من رعب كورونا إلى الخوف من عودة انتشار فيروس آخر. مشاهدينا، فيروس أنفلونزا الطيور يعود ليضرب من جديد في أوروبا، لكن هذه المرة يوصف بالأشد تدميرا في تاريخ القارة وفقا للسلطات الصحية الأوروبية التي أعلنت تعرضها لموجة منه في 37 دولة، أدت لإعدام نحو 50 مليون طير في مزارع الدجاج. وعن أسباب تفشي الفيروس أشار تقرير الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إلى رصد 600 إصابة بين الطيور البرية كالبط والبجع التي قد تكون العامل الرئيسي الذي أسهم في انتقال العدوى بين المزارع مزارع الدواجن. الصادم في تقرير الهيئة هو أن وباء إنفلونزا الطيور هذا الخريف ازداد بنسبة 35% مقارنة بعدد المزارع المتضررة في العام الماضي، حين اكتشف ما يقرب من 2500 بؤرة تفشي في مزارع أوروبا. لكن انتقال الفيروس للإنسان هو أكثر ما يثير قلق العالم، لكن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض بحسن الحظ يطمئن بأن هناك انخفاض في مخاطر الإصابة بالمرض لدى البشر، وبالنسبة للأشخاص الذين يعملون على اتصال بالطيور والدواجن فهي منخفضة إلى متوسطة. ورغم التطمينات، رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن قلقهم من التأثيرات الاقتصادية على مشتقات الدواجن وارتفاع أسعارها. مثلا الصحفية إليزابيث إلكين اعتبرت أن انتشار أنفلونزا الطيور هو الأسوأ بسبب تأثيره على ارتفاع أسعار البيض، إضافة لتهديده لسلالات من الطيور. بينما تمنى عبد الحافظ الحوثري السيطرة على فيروس أنفلونزا الطيور وتدارك الأمر قبل انتشاره لأنه أخطر من فيروس كورونا بحسب تعبيره. ونختم بتغريدة نواف الذي يرى أن القارة الأوروبية تواجه عجزا في موارد الطاقة والموارد الغذائية، إضافة إلى تعرضها لموجة أنفلونزا الطيور الأشد.